احنا ما صدقنا انت جيت تقول لي راجع تاني. زعلتني يا سيد صلاح. ما لكن انا يا حاج سليمان اها طول عمري بحلم ومتمنى اكون لي اسره واعمل لي ولادات وبيت واستقر. ما شاء الله ما شاء الله. ها العروس لقيتها؟ اي والله تعرف اها شفت مشيتي لي ام جنجر دي اها انا لقيت بيت حلال تمام محترمه ما فيها كلام كله ما شاء الله مبروك. اها سمحه خلقة واخلاق. ما شاء الله ما شاء الله. تعرف يا حاج سليمان أي. والله العظيم أه. انا متمني بس الزمن ده يجي فر 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 ولما نتلم معاه بس الزمن ده يجي في محله. ان شاء الله يا ربنا يديك في مرادك. قول يا امين. امين يا رب. عاشت النهارده عملت لك حله سمحه جدا جدا أي. لما تاكلها تتذكرني بها يا عريس. الغناي قال شنو؟ ده اليوم شنو؟ دارين ليك. والله حيسيني مال حكايتك سمحة خلاص. الله يبارك فيك. مش هسافر مطمئن. والعجلة فوق كم يا أخي؟ لا لا لا. يا ما تخليها. ما الظروف ما معروفة يا حيسيني مال لكن.
يا سلام عليك يا سيد الفندي، يا سلام عليك. أما أنا ما يدون فيك رجال. دنيا تجمع وتفرق، ما عندها أمان. أنا سليمان، غفير في البيت ده. ضبه وين؟ ضبه ضمن ده. صلاح؟ الأفندي صلاح؟ ما يجي، كله كله بيجي جاي. ما في. لا ما بقدر، عندنا تحضيرات كثيرة في البيت، منتظرينكم الساعة 7، ما تأخروا. نحن نتأخر؟ طيب إيه رأيك؟ نحن ممكن نجيكم من الساعة 5، تطردون؟ أحلف صدقة أقول أنت ما نصيب. أنت خليتي فينا عقل يا هدى. اوعد اخيرين، حاولي جهزي نفسك من بدري. يا تيوم انا اخرتكم بس يا رشا، يا تيوم. ها؟ شنو الما؟ الله عالم بالمتمحرك بعدين ويدخل ويبرو ولحد ما اخر لحظه يقول والله فساني ما جاهز ولحد ما عارفه ايه وشعري ما عارفه ايه. جاي سويني انا باخرك؟ عيني يا رشا، انت ليه العادي ده قال لك انا حاتاخر في المكتب؟ ده ليه عندي جلسه في المحكمه. عليك الله. السلام عليكم. هو دجا اسال وذكرني حاجه كويسه ما كان جات. يا اختي والله يا احسن مني في الدنيا دي، انا ما شايفه. والله بركه جيتي يا ولدي. كيف الحمد لله. تسلم. ها كيف؟ ان شاء الله يا ولدي تكون كلمت الناس كلهم، قالوا يا ولدي الستره والفضيحه من بليان. وعمك وعمتك دي لازم تكون كلمتهم هم يا اولادك عشان ما يلومونا. كلمتهم قلت لهم الموعد هناك الساعه 7. ايوه. يجوا هنا الساعه 6 عشان نمشي كلنا مع بعض. ما عندهم مشكله هم بعربيتهم. الساعة 5:30 بالعربية تجيبها هنا معي. عافية منك وراضي عليك يا عادل يا ولدي. الله يخليك. هاي تجيبها والله. والله العظيم انفتلت راسه عديل كد من في التشخالة. خلاص يا رشا عليك الله. اخلص وحصلينا على المطبخ. حاضر. كده اكلم ابوي بموعد الجماعة دي. نمشي بيا توش. نمشي بيها توش مع الفضايح العاميه يا خالد دي. ها والله الواحد حقه يطفش من البلد دي عشان يرتاح منه كله كله. اوف اوف يا الله، اللهم صدق يا رب يا لطيف. بتقولي شنو؟ هذا كم سجاد؟
المجرم ضب يثير الرعب في مدينة الأبي. ماشي وين؟ يقول ما تنسى عندنا مواعيد مع ناس. يا ولد عادي. سيبك من يقولوا طار وين؟ لو جو ها؟ دارين يجوا يمشوا معانا وانا اقول لهم شنو نعتذر لهم كيف؟ اي ما اعرف ولا المنتظرين انا هناك؟ كان اخوه ده لو ما قصر اجلي اصلا ما حيرتاح. طيب يا أستاذ، يعني إن شاء الله استضيفك معاي تمشي البيت معاي وصباح طلع على خير إن شاء الله. في الصباح أنا وديك للراجل اللي كان معاه خالك ضبه. شكرا لك يا جناب، شكرا. لكن أنا ما دار أضيع أي وقت، لو مشينا للزول لازم تكون أحسن. ما بطال، لكن الشيء المحيرنا نحن 5 شهور ضبه يكون متواجد اللبيت هنا وإحنا ما نكون عارفينه. تشهوه كيف جنابه؟ بلا قيدي. سبحان الله، طيبة وشهامة وما قادر اتصور ابدا انه هو قاتل. عايز اعرف يا سيد حامد، كان عنده تصرفات ما طبيعية، يعني كان عنده تصرفات كده ما موزونة ابدا. كان عادي جدا، هادي ورزين ورقيق، وفوق ده كله كان متدين جدا. ما كان ظاهر عليه انه قلقان كده او بيعاني من عذاب الضمير؟ ابدا بالعكس، خالك كان متماسك جدا وطيب مع كل الناس. الحمد لله يا سيد حامد، كلامك ده طمني جدا حقيقي، كنت متمنى اسمع الكلام ده. يا ابني خالك ده عنده جمايل وفضائل علينا كثيرة، ده جازب بحياته عشان يغذيه من موته محددة. يا ريت كنت أقدر أسد له جميله. سيد حامد، ممكن أعرف الحتة اللي كان ساكن فيها؟ وليلة بس دقيقة أقوم ألبس وأجيك. تفضل. ده زول قلبه مليان رحمة وبيحب الخير للناس، معقول يقتل؟ لا ما بصدق، ما بصدق. كنت معه طوال يا عم سليمان؟ كيف كنت معه طوال؟ ده قاعد معي طوال في البيت هنا، ده ود قبايل، ده بيسألني من حالي وبيتفقد أحوالي، ده بيساعدني. الله يجازك كان السبب، الله يجازك كان السبب. كان برقد وين يا عم سليمان؟ كان برقد جوا. جوا هنا؟ هاي ممكن أدخل أشوفه؟ أيوة رح، تفضل. كان بينهم هنا وده طوبه. راح تمشي تبعد معايا يا عادل. لو عايز تعمل فيني معروف يا سيد حامد. خلاص بيت هنا والصباح تمر علي في المكتب. صباح الخير. حاسه يحرجني وكسفنا قدام الناس بالشكل ده؟ نقول للناس دي شنو؟ ولا طايش غير مسؤول، دي عامله يعملها دي؟
برضو كتر خيره على الورقه اللي خدتها لي نعيم بتاع الطرمبه دي. هسه كان عرفنا في الوبيب ما كان قلوبنا تضغط عليه وساكت. بليد غبي يسافر من هنا عشان خاله المجرم ده ودي قرابه ذاته بيشرف. انتظر لي لما ارجع البيت. لكن ده كله منك انت، منك انت، ودي نتيجه تربيتك انت. انا لازم امشي للغريه كان شغال فيها خالد. بس دي بعيده جدا يا ولدي. مهما كان لازم اصبر. عربيتك دي ما حتوديك، السكة كحبة كلها رمال وخيران، سكة كحبة. أنا لازم أصل هناك، وأنا جد ما ناسلك إنك قدمت لي خالي عمايل كثيرة جدا. بالعكس، خالك عليه جمايل كثيرة علينا، يعني بس نحن الزمن ما أمهلنا نرد عليهم. خير، أنا حامشي، ولما أجي راجع حامر عليك إن شاء الله. طيب. لكن تعرف يا عادل؟ نعم. زي ما قلت لك تعرف عربيتك دي ما حتوديك، فحقه تمشي بعربيتي. يا علي. علي. نعم يا سعيد حامد. تملى العربية جاز وتمشي مع عادل لغاية أم جنجر وتجيبه راجع. السلام عليكم. حقيقة يا بزالية عم بتجول اسمه عقيد. عقيد؟ عقيد ايوه. انت يا ولد؟ انا عقيد. انت عقيد؟ ايوه. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. 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 كيف الحال ان شاء الله بخير؟ الحمد لله. حقيقة انا عادل عباس. مرحبا يا ولد حبابي. وخالد بيبقى لي خالي. خالد؟ خالد ايوه. خالد من ولد؟ خالد اللي كان قاعد معاكم هنا. معلش هنا اسمه صلاح الدين. الافندي ايوه الافندي خالك ايوه مرحبا ولدي جايبين لك طيب جيت اجيب الله يسلمك ما مدخر علينا ما قال ما مدخر على الباب عوي والله ما قلت قصه طويله خير ان شاء الله بحكي خير بس عايز اعرف وكان ساكن وين كان ساكن وين ايوه كان ساكن في اللوضه دي جيت وين هنا ذا ايوه ممكن اشوفه جدا جدا الله مرحبا بك يا ولدي مرحبا تفضل 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 تمام. لا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دي كل الحكايه يا عم عقيد في شانكدي كان طوالي سارح ومهوي التاريخ كاتم له كلامه في سيره بس يا عم عقيد انا متاكد انه خالي ما بيقتل لا لا دي ما فوق شك الزول اللي كان معانا ده لا ما بيقتل ما بيقتل كان بيرقد هنا يا ماجد؟ ايوه يوطو ايوه ده فرش زاد دي طاقيته نساها هنا طاقيته؟ ايوه ممكن اشيلها اي اشيلها ولدي اي شيء عجبك شيله عم عقيد وين النخيل فيه موجود قال برا راح النخيل تعال النخيل تعالي يا دي النخيل كيفك يا عم عقيل مرحب حبايبي كيفينك كيفينك سلم على الافندي السلام عليكم ازيك ازيك يا النخيل كيف الحال كيف احوالك الافندي خاله سلم علينا بالحال كيف احوالك ان شاء الله بخير الافندي خالك ايوه وماله تعطل ماله ما جانا نحن في رجاه ان شاء الله هو طيب 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 في شي ده سنه مني الافندي ماله ما بيجي قول انت عم عقيل انا نقدم الضيف النخيل نقدم الضيف واجيك لا لا كلمني اتفضل يا ولدي طيب النخيل اتفضل يا ولدي تفضل سلامة تفضل الله يخليك يا عم عقيل بارك الله فيك الله يعافيك اها ودعتك الله ولدي عم عقيل يا ولدي احسن تكلمه طوالي لانه بعد شوي الاخبار حتجيكم بارك الله فيكم مع السلامة والله
طيب دعناكم برعاية الله، مع السلامة. مع السلامة. طيب عم أجي. تجيني سحراي ما عرفت اقول لها لشنو، دخلتوني في موقف سخيف. معلش يا هدى، احنا اسفين جدا والله، لكن زي ما قلت لك في التلفون، عادل بمجرد ما قرا الجريده راح جاري والله زي المجنون، حتى ما سمع لك كلامي. الصباح شردت من ابوي، ما عرفت اقول له شنو، ولا عجب امي والله شمتاني في نيجي الشماته. اصلا في البدايه ما كانت راضيه، حازه لي ودخوتها. فعلا والله هو موقف حرج يعني، وخدتانا فيه وعادل نعمل شنو يعني. هو خليه يرجع بالسلامه بعدين بنتحاسب. تصرفات رعناء غير مسؤولة. حتى نقول للناس ديل، نقول لهم شنو تلومنا معهم؟ ها؟ نقول لهم عشان مشيت لك ورا الراجل مجرم عديم أخلاق عديم ضمير؟ غور من وشي، غور من وشي. ترد السلام؟ أهلا. وليه تكسيرة قدر كده في الوش، والوش كله مسرور وزعل قدر ده؟ أنت ما سمعتي غنود عبد الحميد يوسف الله يرحمه غضبك جميل زي بسمتك؟ عادي لو سمحت ما عايز مع الكلام بايخ. أنا يا هدى؟ أنا كلامي بقى بايخ؟ للدرجة دي يا هدى خلاص؟ عادل أنت غلطت في حقي وفي حقها، لي غلطة ما بتغتفر. غلطان؟ غلطان وبحتذر وطامع في عفوكم ورضاكم. ما فضل زول من اهلي، كلهم نتكركروا ويحضروا المناسبه، حضر سيادتكم ما شرفتوا. هدى انا ما اعرف اقول لك شنو، لكن انا حقيقي لما قريت الخبر ده في الجريده ما قدرت اتصرف، ما قدرت اميز، ما عرفت اعمل شنو. اندفعت طوالي وقمت جاري. هدى حقيقي انا اسف. ابوك كتر خيره، جانا نص الليل وطيب خاطرنا، لو ما كده كان بيحصل كلام ثاني. طيب ممكن تسمعيني بعد كده؟ عادي ما معقول. شنو ما معقول؟ ما معقول يا هدى انه قلبك المليان حنان واحساس ده يبقى قاسي كده. ما ممكن يا هدى. ولا لسه زعلانه مني؟ زعلانه جدا. معقول يا هدى؟ طيب ايه رايك انا اهلي بديل كلهم اوصلهم في بيوتهم واحد واحد، احتذر لهم احتذار جميل جدا، واحدد معاهم مواعيد جديده للزياره. كيف احوالك؟ الحمد لله ما زلت ان شاء الله طيب. صح؟ الحمد لله. الله يخليك. ان شاء الله طيب. كيف احوالك؟ الحمد لله. الله يخليك. باذن الله. يا احلى لك يا ود امي. الله يخليك يا حبيبي. مشيت وين البركه جيت يا ود امي. كنت مسافر. مشيت على نبا بكر. في الجنينه. لا ما مشيت. فاطمه في الدمازين. لا ما مشيت عليك. قر علي يا ود امي، انت عيان ولا شنو؟
لك عودوني سحنا منك في كل حتة ما لقينا، ما خلينا صديق ولا قريب ولا زول بعرفه، الناس كله سألناه ما عارف نلاقيها. الله يطوالي في البال يا حليمة. أحليلك الله يخليك يا أخي. وكان له غريب الله، والله ما خلى فجة بحري أم درمان الخرطوم أي فجة هو فتشه، وكان له للإز بتالي هات مجا سهل منك فيهم، والله كلهم قالوا لما بنعرف يوم الله بيضع والدوم. محمود محمود. ايوه حليمه، انا بجاي جنب بيت الجداد. ما خفتك؟ قلت مشيت مثل عوايدك. جدادي كبروا الحمد لله. شفقانة عليك الله عالم وشاهد، ما بتزعل من اختك انت وين يا ولد امي؟ ما قلت لك مسافر؟ غريب الله وقت ترجع يجي. ارتاح يا ولد امي ارتاح، اسوي لك شاي؟ لا. الاولاد وين؟ امونه مع عمتها وسعاد روحت رفاعه ما مدرسه انا قالوها، وكان لي علي العبال اللي عندك يا ولد امي ما اخترب صاحبه رسل لي وداك يا المرسال، والله الشهر الفات رسل لنا مصاريف الحمد لله فرجت علينا، نحمد ونشكر يا ولد امي العبال اللي عندك ان شاء الله حياتي ان شاء الله. حبيبي الله يبارك فيك، هلا اسوي لك لقمه تاكلها. مساء الخير يا ولد. اهلا عادل تعال. نعم. تعال يا ولد. نعم يا ولد. انا عايز اتكلم معاك يا ابني كلام منطقي. جدا. عشان ما تتغشى. انا ملاحظ تعلقك الشديد بخالك. وده طبعا لانك ما بتعرفه على حقيقته. شفته وانت صغير. يا عم. يا امي. الله يسلمك. ها كيف جيب لي شاي زي ابوك ولا جيب لي عصير؟ لا جيب لي عصير بكون احسن. انا بعذرك يا ابني لانه الناس دائما بتميل للاشخاص زي دي اللي بيعملوا اعمال خارقه وبطوليه زي الهمباتا والكابوريز والشاف الامل رعاه البقر بنشوفهم ديل. تعال يا رشا. تعال يا جودة. انا كنت بتكلم عن خالك مع اخوك. ها شايف تعلقكم وحبكم له ازاي لعندهم ده كله ما فايت عليه، فقلت له انه دايما الناس بتتعلق بالاشخاص اللي بيعملوا اعمال بطوليه وخارقه للعاده اللي خليهم يميلوا انه عن الناس دي. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، انا عشرت. شكرا يا عم. شكرا لك. هذا المفتاح عشان بعدين ما تنسى. شكرا. تسلم. أنا يا أولادي عاصرت قمة نشاط خالكم الإجرامي بالكويت بيناري، وده أدى إلى أني أتألم في عملي وفي حياتي الاجتماعية وفي كل شيء،
مرت علي فترة عصيبة جدا. الناس بدأت تنفر منا، تتجنبنا. ليه؟ عشان خالكم. طيب خالكم ده ليه بيعمل كده؟ يضرب، ينهب، يكسر، هل في سبب؟ ابدا. كل ما في الامر انه الشر متاصل فيه حاقد. مع العلم اسرته كويسه، كان ممكن جدا يشتغل عمل شريف يستفيد منه، لكن لا، ما كان مهتم بسلوكه ولا مهتم بالاضرار اللي بتحصل لاسرته نتيجه اعماله دي. يا ابوي انا معاك انه ده كله حصل، بس لكن اسمعني كويس يا عادل، خالك ده اسلوب مميز للعنف والحقد والكراهيه، وحش بشري، عمل فينا اعمال غريبه جدا، سبب لنا هلع، ضب ضرب، ضب كسر، ضب نهب، حجار، صخور كانت بتتفتفت في رسالنا. يا ابوي انا معك انه الكلام ده كله كان حاصل، وخالي ارتكب يعني اخطاء جسيمه جدا، كان نتيجتها انه قضى نص عمره في السجن ودفع ثمن غالي جدا. بس يا ابوي لكن ده ما يعني انه نحن اهله نتخلى عنه. وعايزين بيه بعد كده ايه وهو متمادي في اجرامه، وختم حياته بجريمه بشعه جدا ما يرتكبها الا واحد معدوم ضمير وانسانيه. يا ابوي خالي ما كتب كل الادله والبراهين دي وما كتب؟ انا متاكد انه بريء وما كتب. خلاص اثبت براءته انت يا حضره المحامي. حاثبت براءته ان شاء الله يا ابوي. يا ابني انت بتحلم. الحلم ده حيصبح حقيقه يا ابوي. جيت يا الحاج؟ أهلا حليم. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. اتعطلت؟ والله أصله كان عندنا واحد زميلنا عنده ولد توفى. الدوام لله. في حادث حركة والله وبر البلد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يصبر هذا الجناحات. والله لو شفتيه متجرز ينز جرسه. مخير الله. الله يصبره. الله يصبره. الله يصبره. دم ده. محمود أخوي. جاملنا السفر تعبان، روحه مارقة. ظهر. أديته لقمة أكلها ورقد نام. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. غريب الله. أهلا أهلا محمود. مرحبا يا حاج. ارتاح. كيف الناس كيف الصحة؟ الله يبارك فيك. الله يخليك يا حاج. الحمد لله. كيف أحوالك؟ الحمد لله سلامة الشوفة. الله يخليك يا. أها. بركة شفناك طيب. الحمد لله. كيف أحوالك؟ أها الله ما هداك وبطلت السكة الماشي فيها دي. سكة شنو يا حاج؟ حليم. محمود أخوي. حليم. أنا بتكلم معاه. بتكلم مع محمود. ها؟ سامح. محمود. ايوه يا حاج. ولا ناديك باسمك اسم الشهرة عرقلة. أعوذ بالله. حمام الله. أعوذ بالله من شر العرقلة يا رب. شنو يا أخوي؟ ما كفاية؟ ما كفاية مرمطة؟ ما كفاية بهدلة؟ ما كفاية سجون؟ توب وأرجع إلى الله يا أخي. توب وأرجع إلى الله. يا أخي. ده ما كويس بحقك. ما كويس بحق الناس. ما كويس بحق أختك دي يا أخي. استغفر يا اخي. هسي هو جا وداير يقعد معانا، ما في لزوم يا حاج. لا في لزوم. في الف لزوم يا حليم. عشان بعدين ما يحصل خلاف ولوم. زولا جاي يا اخوي تايب الى الله ومستغفر وداير تتوب وترجع الى الله وتقعد معاه في البيت ده اشيلك فوق راسي. لكن زولا ابد فن تمشي شوف لك محل انتهت الدسة فوق. خليك من كلام، والله قلبه أبيض وما داير لك إلا السمح. دحين ما تزعل منه، خليه ألا قوم أشوفه كان داير له شيء. كرنا يا كرنا
شو بسك؟ قاتل لا، قاتل لا، الدم الدم الدم. محمود اخوي مالك؟ قول بسم الله، قول بسم الله محمود اخوي. كلم صعب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. كلم فظيع. بسم الله داير مويه. سامح قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر غاسق اذا وقب. يا رب يا الله ارفع ما خطيت، ارفع ما خطيت، ارفع ما خطيت. الله لا اله الا هو الحي القيوم. إلا بما شاء أوسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحفظهما ولا يحفظهما ولا يحفظهما ولا يحفظهما وهو العلي العظيم. إيش فيها؟ إيش فيها الله؟ عاد بإذن الله اتشال الوسواس ده من قلبك يا أخو. بإذن الله يكون حلو. عند الله ما بعيد، بإذن الله يحصل خير. محمود محمود يا أخوي كان قمت اغتسلت وتوضيت ما صليت معايا العشاء في الجامع، ما كان خير؟ أخير قوم أرحب.